لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلمني من هنا عامل لنا عزومة ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا دانيا. بسم الله ما شاء الله. ومين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كذب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكره انا عارف كل حاجه عنك. عسليه. عسليه؟ اه. مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندريه؟ ولا طارق ابو الواد اللي نام جوه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي. اكتر من سنه انا عرفت عنك كل حاجه بعد ما عملت لك الفيش. عارفه سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت ازاي واحدة ناسية كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي احنا نحاسبها عليها كده؟ ليلى كان عندها حق. انت اللي قتلتي مراد. انت اللي قتلتيه. خلصت؟ لا ما خلصتش. انا لغاية دخلتك عليا بالواد على ايدك وكان ممكن اعمل اي حاجة علشان ادافع عنك. ان شاء الله لو حياتي. على فكرة أنا مش حاسة بالذنب ولا أقعد أعيط لك وأقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. أنتِ اتجوزتي تلاتة وتعبت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. أنا البني آدم اللي واقفة قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفة وهربانة وكل ما ألاقي مكان أستخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني لغايه ما لقيت مراد. وكان لازم اعمل اللي اعمله. وانت على فكره اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربيه كنت هربانه من المنيا من طارق ابو ابني وبرده بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى. سألوني انت مين؟ وساعتها انت سألتني وانت ناسي اسمك ولا ايه؟ كأنك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاه اني ما اهربش تاني وعايزاك تساعدني على كده. مختار انا عارفه انك بتحبني وانا تعبت. انا اللي قابلته في حياتي ما فيش بني ادم يستحمل. ما صدقت الاقي فرصه اعيش فيها مع ابني بامان. ولو انت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصه. فرصة ليه؟ إن أهرب تاني. الأربعة مليون جنيه هيجننوني. تسلم إيدك. أنت هتدفع أربع أرينا ده الراجل الباشا الكبير ده؟ ما ادفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100 ألف 150 ألف بالكتير.
نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجة، انا بشتري لعبتي. انا مش فاهم، هتدفع 4 مليون في ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك، الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق اصلي واصل الاصلي كمان. الفكرة مش في الورق. امال في ايه؟ في الحماية. راجل هيحميني، يعمل لي كل اللي انا عايزه. يا سلام يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يلا نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا، قرب. بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب. قال لي أنا كلب. يا روي، رحت برضه تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. أوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. مكنش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش، مش هيغلى عندي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي، أجدع راجل هتشوفوه. دي نسرين بيدلعوها النسر، ودي نعمة واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز، عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعال. فك عن نفسك حبتين، شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. ومات يا أنس. رايح فين؟ وينك انت؟ ما قلتليش هو انت هوائي ولا مائي؟ ارض يا حبيبي. النسر انقض عليه. رشا. 4 مليون يا باشا. انا بقى نفسي منى عيني ابقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المره اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ اه فتون. انا بقى عايز فتون. انت مش قلت لي انها شريكتك؟ اه شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. اه طب وصلت لك يا باشا ان ده مش هيحصل. انت حر. والفلوس وقتك خلص. قوم سيبوه، انا مش عايزه. ده تكتب البيانات اللي عايزه تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. انا البني ادم اللي واقفه قدامك دي بلا سنين بتجري وخايفه وهربانه. كل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني. مختار انا قدامك وانت عارف عني كل حاجه. انا كل اللي انا عايزاه اني ما اهربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده.